بسألك بس، ايه اللي ماشيكي في حته مقطوعه زي دي في ساعه زي دي؟ رايحه فين؟ مش عارفه. مش عارفه ايه؟ مالكيش بيت؟ مالكيش اهل؟ ماليش حد. يا حول الله يا رب. انت اسمك ايه؟ نعيمه. عشت الاسامي يا ست نعيمه. انا ابراهيم اخوك الصغير. ابراهيم مكواجه قد الدنيا وطيب وابن حلال، وعشان تصدقيني اهو النعمة على عيني ان انا طيب وابن حلال، ويصعب عليا اهو الناس الغلابة اللي زيك. يا بنت الناس الوقت متأخر والحتة مقطوعة، تتعرضي لحد يضايقك، البوليس يمسكك، يعمل لك محضر تحري ولا حاجة. اسمعي، انا عندي اوضة فوق سطوح العمارة اللي فيها دكاني، تعالي معايا يا بنت الناس، اتقاوي فيها لحد النهار ما يطلع. وبعدين الاوضه بترباس من جوه، يعني هتقفلي على نفسك من جوه. قلت ايه؟ بترباس من جوه؟ ايه ده؟ انت اعدم شبابك بترباس من جوه؟ اعدم